هل نقبل بحكومة لرئيس حكومة أو بوزير أول؟ قلنا مرارا وتكرارا حركة البناء الوطني تدعو لمقاربة جديدة لكوموندوس سياسي يشترك فيه جميع الجزائريين حتى المقاطعين من أجل شراكة وطنية لإخراج البلد من أزمتها التي تتخبط فيها اقتصادية واجتماعية وسياسية ومخاطر على الأمن القومي. يجب أن نقر جميعا كجزائريين وكجزائريات بأن الاقتصاد الوطني هو في غرفة الإنعاش. يجب علينا جميعا أن تكون الأولوية القادمة هو إخراج الاقتصاد الوطني من غرفة الإنعاش إلى سرير السلامة.